أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. لها سؤال أخير، تقول امرأة ملتزمة بتعاليم الشرع الإسلامي ولم تكن تأتيها الوساوس في الدين، والآن بعد أن زادت في التزامها وتبينها أصبحت هذه الوساوس تطاردها في كل وقت وفي كل حين، وأحيانا تكون والعياذ بالله في سب الله عز وجل أو القرآن وأثناء الصلاة، ولكنها كلما شعرت الوساوس تكثر من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، وما زالت هذه الوساوس تطاردها حتى بأنها بدأت تشعر بالخوف من هذه الوساوس، خصوصا إذا كانت في شأن الله عز وجل، وتبدأ بالشك في أنها هي من يصدر منها هذا الكلام في سب الدين وغيره. فأرجو من فضيلة الشيخ تقول أن يجد لي حلا ولهذه المرأة كي تتخلص من هذه الوساوس التي بدأت تلهب الإطمئنان في هذه العبادة، وهل من الممكن أن هذا الخوف يزيد من وساوس الشيطان؟ الوساوس من الشيطان يريد أن يضر بها المؤمن ويشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن شرع الله لنا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، خصوصا في الصلاة وعند الغضب، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وعند تلاوة القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مع حضور القلب تطرد الشيطان وهي حصن من الشيطان. كذلك الذكر، الإكثار من الذكر، ذكر الله عز وجل، الذكر حصن يهوي إليه المسلم من عدوه الشيطان. وكذلك مما يعالج به الوسواس أن الإنسان لا يعبأ به ولا يتأثر به، بل يرفضه رفضا تاما ولا يتكلم به ولا يهتم به. فإذا لم يهتم به ولم يلتفت إليه فإنه يزول بإذن الله. والوسواس لا يضر ما لم يتكلم الإنسان به، إذا حدث في نفسه شيء من الوساوس ولم يتكلم بها فإنه لا يضره. قد شكى ناس من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون من الوسواس، وأنهم يكرهون ذلك كراهية شديدة، وأن أحدهم لو يتردى من شاهق أهون عليه من هذا الوسواس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن هذا لا يضرهم، وهذا محض الإيمان. إذا كره الإنسان هذه الأمور وهذه الهواجس فهذا يدل على إيمانه، وإذا لم يتكلم بها فإنها لا تضره. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تحدث. نعم.